طيب نروح لموضوع آخر، فكرة التعاون ما بين إيران وما بين قطر، وهو تعاون مستمر ويزداد الحقيقة، يمكن على الأقل بنسبة نص يوم، كل نص يوم في حاجة جديدة وفي مرحلة جديدة في هذا التعاون. النهاردة السفير الإيراني لدى قطر سيد محمد سبحاني بيقول أن الفرص مناسبة. خد بالك من الكلام الجميل، بص الإيرانيين من أشطر الدبلوماسيين والسياسيين اللي موجودين في الدنيا، من أشطر، ما هماش الأشطر، أنا في رأيي دايما من الأشطر كانوا الإنجليز، ولحد هذه اللحظة جدا دبلوماسية مذهلة مذهلة يعني. فقال لك إيه بقى السفير الإيراني في قطر؟ الفرص مناسبة، هنا بيختار التوقيت، للغاية، شوف إلى أي مدى، لتعزيز التبادل الاقتصادي بين طهران والدوحة. ده إن صب في مصلحة أحد فهو يصب في مصلحة طهران فقط لا غير، ده بس مبدئيا. بيوضح السفير الإيراني في قطر أن الفرص مناسبة للغاية فيما يخص رفع التبادل الاقتصادي بين طهران والدوحة، ودعا لاستغلال الحدود البحرية والمجال الجوي المشترك مع قطر لتحقيق هذا الهدف. إيه الهدف؟ دعم قطر ولا يفرق معاه؟ ده دعم الاقتصاد الإيراني، إيران تصنع وتنتج وتصدر وتاخد دولارات ومية فل واربعتاشر، والأمير تميم يحاسب، والشعب القطري للأسف الشديد يدفع الفواتير. قال السفير الإيراني بالدوحة أنه في بعض العقبات خلال النشاطات التجارية ما بين البلدين، لكن الآن يجري حلها، زي اللي حصل بشأن أزمة إصدار تأشيرات الدخول للتجار. وأكد أنه لا يوجد أي مشكلة فيما يخص نقل البضائع من إيران إلى قطر جوا وبحرا. كانت السلطات الإيرانية يا سادة كانت أعلنت منذ بداية الأزمة القطرية تخصيص ميناء بوشهر كمركز للتبادل التجاري والاقتصادي مع قطر. وأكدت السلطات الإيرانية في اللي وصفته من جانبها بالزيارات التاريخية، وهي تاريخية الحقيقة، لتجار محافظة بوشهر للدوحة، فيما يستقبل المجال الجوي الإيراني كل يوم 100 رحلة إضافية، مش 100 رحلة، 100 رحلة إضافية جاية من قطر. عايز تقول الإيرانيين مش شطار؟ يعني لبسوا نظام القطر السلطانية تلت ومتلت، عارف انت احنا هندي لك اغلى هدية عندنا، ايه هي؟ تاج الجزيرة السلطانية. بس للأسف الشديد انه القصر الحاكم في قطر لا زال لا يعي على الاطلاق انه لابس السلطانية. دي كانت حدوتة نسمعها احنا صغيرين على سلطانية مخلل. المهم